أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تونس الخضراء، قلعة الفداء، مهد السلام وأرض الكرام، إلى تونس حيث يلتحم جمال الطبيعة بعبق التاريخ، حيث يرتمي الجبل في حضن البحر الأبيض الجميل، وحيث تعانق رمال الصحراء واحات النخيل، ياسمين يفوح بعطر في مساءات الأصيل، ومن الربوات يصعد العبير ليداوي القلب العليل. إلى تونس الملاحم والبطولات، تونس الشعب الذي تغنى بالحياة فأضاء بالأمل والإصرار الساحات ورفع في الأكوان للنصر رايات. إلى تونس الشطآن التي بها تزدهي الحمامات وأعراس الجمال التي تنشد أحلى الأغنيات، وسوسة التي هي للسحر آيات، نبحر وإياكم لنرسو في مرافئ الأساطير ومولد الإليادات، ونرصد من كان لنا بطلا وعريسا في الأولمبيات، من صعد المدارج العالمية وتزين عنقه بأغلى الميداليات، من غاص عميقا في مسابح الدهشة فأتانا بأروع اللآلئ والمحارات. أحمد الحفناوي شاب في مقتبل العمر من قرطاج، حلق إلى طوكيو كالنسر الجارح ليكتب هناك في أولمبيات السحر شهادة ميلاد، ليضرب مع حلم الصبا أحلى ميعاد، ليجنن الأرقام ويسحر العباد، ويحصد لتونس والعرب ذهبا به المجد يشاد. مع إشراقة أي مجد ولد هذا الفتى؟ من أي رحم خرج ومن أي حقول أتى؟ كيف صنع من الماء موجات؟ وكيف صعد في المدى درجات؟ وكيف كان للشباب زين الحكايات؟ أحمد الحفناوي بروح الأبطال قبل الرهان، ليكون ضيفا على مان تو مان، ليشق بذراعيه الموجة والسؤال. أنا سعيد بوجودك معنا اليوم كابتن أحمد، ونتشرف بوجودك معنا في أبو ظبي الرياضية وفي هذا الحوار. شكراً، عايشك وأنا زاد نتشرف. الله يسلمك. في فجر 25 من شهر يوليو الماضي استيقظنا على خبر جميل، فقد جاء يبشرنا أن هناك فتى في سن 18 تونسي المنشأ عربي الهوية أحرز ميدالية ذهبية أولمبية في مسبح العمالقة، أحمد أيوب الحفناوي. هل تصدق حتى اليوم أنك فعلت هذا الشيء؟ والله ما أول ما عملت معناها الإنجاز هذا ما صدقتش، ما بعد بديت نصدق اللي أنا بطل أولمبي. أوكي. يعني فرحان وفخور اللي أنا شرفت راية بلادي يعني وراية العرب في هذه المنافسة. أنا أعرض عليك لقطات أبي أنت تعلق عليها بعد ما نشوفها. Thank you.
لقطات او لحظات تاريخيه هاي شو تعلق عليها؟ يعني احسن لحظه في حياتي يعني اني نطلع بطل اولمبي، حلم مني انا صغير اني نطلع بطل اولمبي، الحمد لله يا ربي حلم متحقق. احمد شو كان في خاطرك وانت تستعد للانطلاق في 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 سباق العمر، السباق النهائي لسباق 400 متر، شو كان في بالك؟ والله قلت لروحي انا في نهائي تو، ما بين ثمانية مشاركين، عندي فرصة اني نظفر بميدالية الحمد لله، آمنت بروحي لآخر 50 متر والحمد لله ربي وفقني ومسيت الأول. منو كان آخر مكالمة جتك وأنت رايح المسبح، مسبح الأحلام، منو آخر شخص كلمك؟ المدرب بتاعي بالطبع، المدرب بتاعي كان غادي في، كان معايا في لا على التليفون، على التليفون، ما أنا سكرت التليفون نهارين يعني قبل السباق. مركز كانت يعني شوية كستريس في الألعاب الأولمبية، كنا نطمحوا الميدالية، كان يعني أول أولمبياد عندي، كنت استريسد شوية يعني. ما كنت اوكي ستريس، بس ما كان في نوع من الخوف؟ عمرك صغير، الاولمبيات، ابطال كبار. بالطبع كان عندي شويه خوف، اي واحد يكون في الفاينل يبدا عنده خوف، اما الحمد لله الخوف هذاك عرفت كيف نجاريه انا يعني كان خوف بوزيتيف كما نقولوا، مشي في البوزيتيف والستريس كان بوزيتيف، والحمد لله الحمد لله عرفت كيف نوظف وركزت في السباق نتاعي. احمد خلنا نرجع لسنوات الوراء، منو اقنعك انك تمارس السباحه؟ يعني العاده او الغالبيه ان كره القدم معظم الرياضيين يروحوا كره القدم، يمارسوا كره القدم، ليش احمد الحفناوي راح للسباحه؟ منو اقنعك بهالموضوع؟ والله ممكن خاطرني كنت في عائله رياضيه بامتياز. ابوك كان لاعب كره سله؟ كان لاعب كره سله، هو نصحني بالسباحه، قال لي معناها نمشي نتدرب في المسبح باش يعني اللياقه على اللياقه البدنيه، ثم تدخل لصاله كره السله تتدرب غادي. يا اخي من اللي دخلت الفريق القومي وانا ترنا في السباحه يعني. بس هو خيرك بعد في اللعبه اللي هو يمارسها كره السله؟ كان مخليني على راحتي. اوكي، كان مخليني على راحتي، اللي تحب تعمل واعمل، بس انت حبيت السباحه اكثر. مثل ما ذكرت انت كابتن، انت نشات في عائله رياضيه، مدى تأثير الوالد محمد الحفناوي والوالدة أميرة بن يونس على مسارك البطولي؟ والله يعاونوني برشا يعني، بالطبع العائلة عندها دور هام في حياة الرياضي، عاونوني برشا، كانوا مضحين معايا، كانوا يوصلوني ويجيبوني من المسبح للدراسة، ممكن نوجه لهم تحية كبيرة برشا، خاطر هم ضحوا معايا وأمنوا بيا، أول عبيد أمنوا بيا هي عائلتي. أنت موفق كابتن بين الدراسة وبين الرياضة تبعك السباحة؟ العوام الأخرى مو كتير يعني، كنت الأكثر أيام مركز على السباحة يعني، من اللي ترشحت للأولمبياد في طوكيو وأنا مركز على التحضيرات للأولمبياد. أهملت الدراسة؟ لا مو أهملت يعني، بس يعني مركز أكثر. مركز أكثر يعني الحمد لله، الدراسة موافقة الحمد لله، أما مركز أكثر على السباحة. أوكي، متى حسيت أن السباحة هي الرياضة اللي بتقودك لتصنع
معجزات الصعود لأعلى المراتب البوديوم أن تكون بطل أولمبي؟ يعني من اللي دخلت الفريق القومي وأنا كنت نطمح الألعاب الأولمبية، ترشح للألعاب الأولمبية، وبعد كي ترشحت طمحت الحقيقة في ميدالية، يعني كما أي واحد مترشح للألعاب. كابتن، في حياة الأبطال وفي حياة الرياضيين في ناس يمهدون دائما للأبطال للسفر نحو النجاحات، ماذا تغير؟ شو اللي تغير في مسارك الرياضي منذ أن أصبح جبران الطويلي مدرب لك وأنت عمرك 11 سنة كان هو مدربك؟ أي صحيح، سي جبران الطويلي كان معايا معنا مليانة صغير ملي عمري 11 سنة، كان كيما أخويا كيما أخي، يعني ما معد نفسي ومدرب فرد وقت، ويعني كنا عنا علاقة جيدة مع بعضنا، وبالطبع كانوا فما عباد أخرين مع جبران كما المدير الفني متاع الفريق القومي سي سامي عاشور، والحمد لله خدمنا مع بعضنا، هو عاوني والحمد لله يا ربي معنا عاوننا بعضنا باش وصلنا للتتويج هذا. زين، شو رايك؟ انا عندي جبران الطويلي موجود معانا الكابتن جبران. كابتن جبران مساء الخير. مساء الخير، مرحبا بك استاذ يعقوب، ومرحبا بايوب الحفناوي بحذين. انت 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 بديت تدرب احمد ايوب يوم كان عمره 11 سنه في الترجي، وقضيت معاه 7 سنين، وراهنت على 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 احمد ايوب انه يكون بطل اولمبي وراهنت عليه. شو اللي خلاك تراهن عليه؟ البدايه كانت في فريق الترجي الرياضي التونسي مع ايوب الحفني، وقتها سباح في الترجي الرياضي التونسي وانا مدرب في الترجي الرياضي التونسي. من بعد التحقنا فرد سنه هو بالمنتخب الوطني وانا كمدرب بالمنتخب الوطني سنه 2014. أيوب الحفناوي كانت عنده العديد من الخصال الفنية اللي هو متفوق بصفة كبيرة على أصدقائه اللي دربوا معاه، كان حتى في الأكابر من اللي هو صغير كان موجود في النهائي مع الأكابر ويحتك باللي أكبر منه، يجي مرتبة ثانية مرتبة الأولى مرتبة ثالثة. الأحلام بدأت تكبر بشوية بشوية، بدينا بطولة الأولمبية للشباب، عمل فيها فاينل زوز فيها دو فاينل، بعد بطولة العالم للشباب تحصل على المرتبة الرابعة، وبعد الحلم الأولمبي وترشح والميدالية الذهبية. أنت خططت لأولمبياد طوكيو، كانت تخطيطكم ان اولمبياد طوكيو انه كان محطه اعداديه لاولمبياد باريس، لكن قبل شهرين من بدء المنافسات اولمبياد طوكيو كانت ارقام احمد ايوب قريبه من افضل 3 ارقام مسجله خلال 2021. هل مهدتوا هذه الارقام لبدايه الحلم الاولمبي، ام تحقيق احمد ايوب للارقام هذه رفع سقف الطموح؟ هو السنه اللي سنه الكورونا الكوفيد 19 هو اللي كان زاد خلى الطموحات نتاع ايوب تكبر، وزاد سنه اضافيه في التحضيرات قدمت ايوب الحفناوي المستوى عالي عالي جدا اللي خليها قبل بشهرين من الألعاب الأولمبية أرقام، وحقق أرقام من أحسن 3 أفضل أوقات في السنة ذيك في العام ذاك ما بين أحسن 7 سباحين في العالم. كي رحنا الأولمبياد تحضيرات الأخيرة ولينا نطمحوا في ميدالية، مهما كان لون الميدالية برونزية فضية ذهبية،
والحمد لله الخدمه تجيب وربي وفقني ورفقنا زوز وحصل على ميداليه ذهبيه. كانت فرحه كبيره ونجاح كبير بعد التعب اللي صار هذاك الكل. فرحت وقتها فرحه هستيريه كابتن. الشعور هذاك انا قلت من احسن 10 ثواني عشتهم في حياتي، خاطر فرحة ما تنجمش تتوصف، فرحة كبيرة ياسر، فرحة هستيرية أنك تشوف سباح كبر قدامك، انشأ قدامك من اللي هو عمره 11 سنة بعد 7 سنين يتحصل على المرتبة الأولى في أكبر تظاهرة في تاريخ الرياضة اللي هي الألعاب الأولمبية. ليلة السباق كيف قضيتها أنت وأحمد؟ هو ليلة السباق كان صديق أحمد في تايكوندو التونسي اللي تحصل على الميدالية الفضية، جاني أحمد للغرفة قال لي صديقي تحصل على ميدالية، علاش أنا زادة ما نتحصلش على ميدالية كيف؟ قلت له أنت عندك نفس الحظوظ مع اللي مشاركين معك في النهائي وانت تطمح الميدالية بقدرة ربي، التعب مش بيمشي خسارة، وامن بروحك وبقدراتك وان شاء الله ربي يوفقك. وهو كان عند حسن الظن وكان في مستوى عالي من التركيز اللي خلاه يتحصل على الميدالية الذهبية. أحمد الحفناوي موجود معانا، وأنت طبعا الفترة هذه بعيد عن تدريب أحمد، ماذا تقول لأحمد خلال الفترة القادمة؟ مهما يكون العبد اللي يشتغل معك ولا اللي يخدم معك، أنت لازم قديمة تمن بإمكانياتك وتمن بقدراتك، خاطر أنت أحسن نتحصل على الميدالية الذهبية أولمبية، من أحسن السباحين الموجودين في العالم، المستوى اللي وصلت له راهو مش من لا شيء بالخدمة والتدريب متاعك. أنا مدرب عاونتك باش وصلت للمرحلة هذيا، مازال برشا مراحل أخرين في حياتك، ولازمك ديما تمن بقدراتك وديما تطمح لمزيد من التتويجات. مازال قدامك نقولوا نحن 3 ألعاب أولمبية قادمة والعديد من بطولات العالم اللي تنجم تخلي اسمك مخلد في تاريخ الرياضة التونسية والعربية. أحمد شو تقول للكابتن جبران؟ بالطبيعة نقول له أنت تفاجأت أول شيء إنه موجود معنا. أوكي شو تقول له؟ نقول له ميرسي بوكو وعايشك على اللي عملته الكل معايا، وأنا بالطبيعة نتكلموا كل يوم أنا وجبران ونتمنى له التوفيق معناها. إن شاء الله في مزيد ما حتى هو من الإنجازات. قبل ما اختم معاك كابتن جبران، اليوم انت في 31 اغسطس الماضي انت استقلت ام اقلت ام اجبرت على الاستقاله والرحيل؟ هي استقلت واجبرت على الاقاله والرحيل، كانت حاجه اقوى مني، حسيت اللي فما قلق كبير وأيوب كان على علم بالوضعية التامة، وما نحبش نزيد نأثر مشاكلي. لا ما نبي نتكلم على دحن. وين موجود حاليا أنت؟ أنا موجود في مدينة لوكسمبورغ حاليا. أوكي، تعمل كمدرب وكذا؟ أي نعم، كمدرب في فريق هوني في مدينة لوكسمبورغ، من أحسن الفرق الموجودة في لوكسمبورغ، أشرف على الفريق مشرف عام. ديما الواحد لازم يتقدم في الحياة، ما لازمش المدرب يقف، هذيك الحياة المهنية، المدرب يتعرض للعديد من الصعوبات ولازم يتجاوزهم، وديما لازم يبرهن اللي هو موجود واللي هو الإنجازات اللي قام بها مش من فراغ، وشرف السباحة التونسية وشرف السباحة العربية أحسن تشريف نتصور ميدالية، المساهمة في تحقيق ميدالية ذهبية أولمبية
من قلب تونس، تدريبات وتحضيرات صارت في تونس، كل شيء صار في تونس. ما هذا وعن صغر سن 30 سنة، هذا ما يدل كان على الإمكانيات اللي يتمتع بها المدرب العربي والمدرب التونسي، اللي وين مشى ديما يخلي البصمة الجيدة والانطباعات الجيدة الكابتن. كابتن، المشهد الحالي يعطينا انطباع عما حدث عن البطل الأولمبي السابق أسامة الملولي، ما هي الضمانات حتى لا يبتعد أحمد أيوب عن منصات التتويج مثل الملولي؟ بالنسبة للبطل الأولمبي أسامة الملولي، الإنجازات اللي قام بها إنجازات كبيرة ياسر، وأنا نقول هو اللي حل الباب الرياضة العربية والسباحة العربية والسباحة التونسية باش تتطور. أنا نقول ديما الخدمة، ولازم ديما نمنوا بالإطارات نتاعنا، خاطر الإطارات العربية والإطارات التونسية ومعناتها برهنت اللي هي تنجم تكون أبطال، وعنا الإمكانيات باش نكون المزيد من الأبطال، مش كان في السباحة فقط، في العديد من الرياضات الأخرى. بالنسبة لأيوب الحفناوي، يلزم ديما يخلي الطموحات نتاعه كبيرة، ويلزم تكون المساهمة كبيرة ياسر من الاتحاد، يلزم ما نخليوش السباح يكون وحده ولا يحس بالنقص ولا يحس بالعجز. كما في الربح نقول نحن كلنا موجودين، كما في الخسارة يلزم نقفوا بجنب السباح، خاطر ولا الرياضي، خاطر نجم يخسر أحيان ويعاود يقف من الأول جديد ويعاود يحقق الإنجازات. هذاك هو اللي ناقص شوية في بالنسبة لنا نحن نقول. أنا أشكرك كابتن جبران. كابتن، وإحنا نختم الحوار معك، ما هي الكلمة أو النصيحة اللي توجهها لكابتن أحمد أيوب؟ أنا عارف أن أنتم متواصلين بشكل دائم، لكن اليوم تلتقون مع بعض أمام الجمهور، شو الكلمة اللي توجهها للكابتن أحمد؟ نقول له يزمك تواصل بالعمل بنفس نسق الكبير اللي كنت تتدرب عليه، خاطر طوى الناس الكل ولا تقرأ لك ألف حساب في السباقات من جميع أنحاء السباحين من جميع أنحاء العالم. يزمك أنت ديما تكون في المستوى وباش تشرف راية بلادك والراية العربية، وانت راهو عندك ديما نقولها لك من اللي انت صغير راهو ديما عندك قدرات كبيرة، راك ملي انت صغير ديما نقول لك راك باش تولي بطل عالمي، والحمد لله حققت الشيء هذا. اما الاصعب هو انك تقعد في نفس المستوى، وانا نعرف اللي انت تنجم تقعد في نفس المستوى، خاطر تبارك الله عليك عندك عزيمه قويه وكبيره ياسر. شكرا لك كابتن، شكرا لك. سامحني، نحب نقول تفرجت انا شويه في البطوله العربيه اللي صارت في الامارات، كان مستوى جيد، انبهرت بالمستوى، تحسن كبير للسباحين العرب في مختلف الأعمار. أنا أقول السباحة العربية في الإمارات، في العديد من البلدان العربية، وعندكم المنشآت الكبيرة اللي تخلي السباحة العربية تكون موجودة أكثر، وتكون موجودة بنتائج كبيرة في المنافسات القادمة والملتقيات الدولية. شكرا لك، شكرا. برجع أحمد. أحمد، أنت منتمي للترجي الرياضي، أي فضل لهذا النادي العريق عليك، سلوك وقيم، شو فضل الترجي؟ بالطبع أنا مكشخ يعني كما نقوله. نحب الترجي نعوم في الترجي من أنا صغير، بعد يعني الحقيقة في من عام 2015 من اللي دخلت الفريق القومي، وأنا نتدرب يعني في الفريق القومي، والأكثرية الوقت الكل نتدرب في الفريق القومي. عاونوني برشا الترجي الرياضي التونسي، ونحب نقدم لهم تحية شكر وربي بقي ستر. تتابع احمد الترجي في كره القدم؟ تتابع المباريات؟ تتابع كل شيء للترجي؟
والله مانيش هيك بيك سبورتر للكرة القدم الأكثرية، أما نعرف هكا شوية الإنجازات نتاعها ونعرف. ما بالطبع مادامني ترينا في ندرب في مادامني منتمي للترجي الرياضي مادامني نعرف الإنجازات نتاع الفريق في كرة القدم، وان شاء الله ربي يوفقهم يعني. بس كله بالك في وتركيزك وعملك كله في السباحه. ممكن زاد في كره السله شويه، نتابع كره السله عشان والدك يعني يتابع وكذا. هي مغروم حتى انا شويه يعني. مغروم بالسله اكثر من كره القدم. اوكي احمد، متى بدا احمد ايوب في تحقيق الألقاب محليا وقاريا؟ يعني متى حسيت ان الحلم الأولمبي بدأ يتشكل بداخلك؟ والله اول لقب قاري كان في بطولة شمال افريقيا 2016 في تونس، تحصلت على الميدالية الفضية في 200 متر حرة والسباق تتابع. من وقتها بدينا نخدموا على ممكن قاريا اكثر، وبعدك تحولت بعد الالعاب الاولمبيه للشباب في 2018 في الارجنتين، كنت تحصلت على تو فاينلز في اليوث اولمبيكس. والحقيقه من 2018 بدينا نخمو في الترشح للالعاب الاولمبيه يعني، وندخل في الاحترافيه. ومتى بديت في تونس البطولات المحلية في تونس بديت تسيطر عليها؟ متى كان؟ ما ملي أنا صغير، ملي من بديت؟ ملي من أنا صغير ما نطلع بطل تونس، نطلع على البوديوم، نطلع على التتويجات. بعد حصولك على الذهب الأولمبي قلت إنك صناعة تونسية خالصة، أي أن تكوينك كبطل في رياضة صعبة ومكلفة كان في تونس. سويت أو فعلت ذلك لأنك أيقنت من نجاحك أنت في بيتك ووسط عائلتك، أم لأنك لم تتلقى دعم مالي مباشر لتحضيراتك خارج تونس؟ كيف؟ يعني أنت اليوم أنت قلت أن البطولة هذه بطولة تونسية خالصة. تونسية خالصة لأنك نشأت في بيئة رياضية، ولا أنت ما كان عندك دعم مالي مباشر أنك تتمرن خارج تونس؟ دعم مالي من عند شكون؟ من من, عند من 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 الاتحاد، من القطاع الخاص، من الشركات، دعم من يعني من الحكومة؟ والله فما في دعم مالي يعني، فيه ما في حتى مشكل في الدعم، الأمور في الدعم هذا يعني. كان في دعم؟ في دعم، في دعم. بس كل كان ما في تدخلات من يعني اليوم احمد الحفناوي مدربه تونسي، احمد الحفناوي نشأ في تونس، احمد الحفناوي كل تأسيسه كان في تونس مش في الخارج، لذلك البطوله كانت تونسيه خالصه. تمام، كان تونسية خالص، عندنا كفاءات الحمد لله، أنا نشوفه بإمكانيات تونسية وعليه إمكانيات تونسية، إمكانيات كبيرة يعني، المدربين التوانسة والمسبح تونسي والبيئة تونسية، ووصلنا بأبطال أولمبيين يعني. أحمد، منو كان قدوتك؟ منو كنت تتمنى أنك توصل له؟ منو كان في بالك تقول لا أنا أريد أوصل لمستوى هذا النجم؟ هل كان حد في بالك؟ والحقيقة ما كانش حد في بالي، كنت ديما عندي التحدي بيني وبين نفسي يعني، ديما نحب نحسن من روحي، ديما نحب نكون خير من اللي أنا كنت البارح. أما يعني بالطبع فما رياضيين يلهموني، أشخاص يلهموني باش نقدم ما أفضل يعني. أسامة الملولي قال قبل الأولمبياد طوكيو لا يمكن للحفناوي أن يكرر إنجاز الملولي الأولمبي. هو قال هك؟ أي قال هك. ما سمعت. ومعظم الناس ما كانوا يرهنون عليك، ليش؟ ما كنت أنت الرهان، يعني إنجاز كان مفاجأة للجميع. ممكن لأنه ما كنتش نظهر برشا في الإعلام، وما كنتش نظهر برشا على السوشيال ميديا،
ممكن لأنه كنت نتمرن في يعني في في صمت، يعني ما كنتش ندير شوشرة في وأنا نمشي الكومبيتيشن ولا الشامبيونشيب ونعمل بنقول يعني كنت تعمل بهدوء تشتغل بهدوء ولا زلت تشتغل بهدوء؟ والله توا الأعين الكل توا علي، يعني حتى كي نشتغل هما يجيوا وحدهم. هذا بيأثر عليك أحمد أنه كل العالم الآن الأعين عليك؟ قبل لا، قبل ما كنت، ما كان الناس ما ماخذين بالهم منك. يعني كي يعني أنا ديما نقعد نفس العقلية ونفس كما نقولوا البرنسيب، نفس البرنسيب اني ديما نتمرن نفس المسؤوليات، نفس المسؤوليه ونفس المبادئ، نفس المبدا نفس المبدا اني نترينا ونتمرن نتمرن بجد، كل تمرين خير من اللي قبله يعني، والباقي على ان شاء الله، معناها باقي على ربي، معناها ان شاء الله ربي يوفقني وذاك ايش نتمنى انا. واحنا نتكلم عن الملولي، المشاكل اللي صارت مع الملولي وبعدته عن تكرار الانجازات، كيف لاحمد ايوب ان يتفادى هذه المشاكل وان يعني انجازاتك تتكرر من جديد في 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 الاولمبيات القادمه؟ يعني اي مشاكل نتفادى؟ انا ما يعني اللي صار مع الملولي انه ما قدر يحقق او ما قدر يكرر الانجازه بسبب مشاكل انا ما اريد اتكلم فيها، لكن احمد الملولي مع اتحاد السباحه، انا اقصد انا احمد ايوب كيف يستطيع ان يستمر في نفس هذا الطريق ونفس الانجازات اللي حققها، خاصه ان اليوم احمد ايوب في بدايه المشوار، عمرك صغير، لا يزال امامك مشوار طويل وتستطيع ان تحطم ارقام كثيره. شو اللي في بالك؟ شو اللي تحلم فيه؟ ان شاء الله كما قلت لك العزيمه والخدمه، وحتى كان نهار طحنا في المستوى نتاعنا ولا في الليفل، ان شاء الله حتى كان ديما نرجع في مخاخنا نفس العقليه ونفس المبدا ان ديما نتمرنوا يعني. و ما لك علاقه بشيء، اهم شيء انك تتمرن. بالطبع لازمك تكون بطل في مخك، لازمك تكون بطل منتلي كما تقولوا، وهذيك أهم حاجة يعني، كي تكون بطل في منتلي تنجم تكسب الدنيا كل يعني. خلنا بدأ أنت تتكلم عن 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 السباق، خلنا نعود من جديد إلى اللحظات الراسخة في الذاكرة واللي سبقت الإنجاز الأولمبي اللي نصل إلى السباق النهائي لسباق 400 متر سباحة حرة. كان عليك أن تخوض قبله بيوم سباق نصف النهائي، ووضعت وقتها في وضعت في الحارة الثامنة، وكان عليك أن تحقق رقم يؤهلك للنهائي وسط عشرات السباحين. أنهيت السباق بتوقيت هو كان ثامن أفضل توقيت، 3 دقائق 45 ثانية 68 جزء من المئة. أنت حافظ الرقم صح؟ هل شعرت وقتها أن خلاص المجد الأولمبي موجود بات يطرق على الباب؟ هل حسيت وقتها ولا لا؟ والله احنا كنا ماشيين لطوكيو، كنا معناها عاملين على النهائي أنك توصل النهائي. أنا أني معناها كانت أو معناها أول هدف كان عنا أن نوصل النهائي، بعد النهائي في معناها في كلام آخر يعني كما تشوف. الحقيقة نهار 400 تصفية 400 كانت ما لقيتش أول مرة ننط في المسبح، أول سباق نعمله في المسبح الأولمبي، وأول ستارت عملته في المسبح الأولمبي. كان صعب شوية السباق الأول، وكنت فرحان اللي انا تعديت فاينل، خاطر اللي بعدي ما اللي بعدي التاسع ما كانش ما عدى وكان ما بيناتنا وقت ضئيل جدا يعني اجزاء بالمئه كان بيناتنا. انا كنت فرحان اللي تعديت فاينل، روحت البيت افطرت ورقدت وبديت نخمم معناها في نهائي ال 400.
ويعني ما هو ما كانش سباق المفضل 400 يعني كنت يعني ما كانش فيه ضغط عليا اما بين المدربين اما انا كنت بيني وبين روحي كنت نخمم في ميدالي انا واصل نهائي وما بين ثمانيه يعني ليش ليه ما نحصل ميداليه يعني لا يهم اللون كما قال لك جبران والحمد لله ما امنت بروحي من اول السباق اوكي بعد ما خلصت سباق النصف نهائي التصفيات والتصفيات وحققت المركز الثامن يعني الثامن وفارق بسيط عن 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 التاسع ولو كنت التاسع كنت خرجت تأهلت للنهائي شو كان اوكي شو اللي سويت قبل النهائي شو الاشياء اللي عملتها كيف قريت السباق كيف تابعت المنافسين اللي بيكونوا معاك شو اللي كان الحوار بينك وبين المدرب اكيد في اشياء كثيره دارت في بالك لان انت ما كنت تتوقع اصلا انك توصل للنهائي صح كنت تبى تعدي وكذا وصلت النهائي وقلت لي سباق الأربعمية مش هو السباق المفضل عندك يعني ما كانت ضغوط عليك يعني كان هو الحقيقة حرب معناها نفسية بيني وبين روحي وكنت نحكي مع روحي برشا وقعدت وحدي برشا و يعني كيف نقول لك حضرت روحي وحدي يعني حضرت روحي وحدي نفسانيا أمنت بروحي معنا وكهو وقلت أنا في نهائي ولازمني نظفر بميدالية أنت في النهاية كنت في الحارة الثامنة الحارة الثامنة شو إيجابيتها وشو سلبيتها كابتن؟ الحارة الثامنة إيجابيتها أنك كي تنطلق فاست من الأول نجم نشوف السباحين الكل يعني ترصد كل حد وانا كنت نتنفس على الجهه اليمنى يعني كنت شفت السباحين اللي بحذايا عن اليمين الكل وانا انطلقت فاست يعني من الاول والامريكي اللي كان بحذايا يعني هو بيدو مش ما 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 يعني ما هوش سباح من معيار معناها ضئيل يعني هو كان قوي يعني وفي الميتين الثانية بديت نشوف السباحين الكل وعرفت روحي أنا في المرتبة الثانية هكاو وانت أحمد على بعد أمتار من 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 خط النهاية متى شعرت إنه خلاص إنك أنت 100 متر راح تحقق حلم الحياة 100 متر الأخرى 100 متر الأخرى أنا مانيش مصدق يعني شايف روحي الثاني وقريب من الأول احكي لي قصة الخمسين متر الأخيرة هاي خمسين متر الأخيرة كانت نتيجة تدريبات وكانت نتيجة تعب متاع عامين من اللي ترشحت الأولمبياد أمنت بروحي للأخر كما قلت لك من بكري يعني ما خليت حتى موقع للشك باش يدور في مخي باش اني ما نهزش ميدالية يعني قلت انا واصل الفاينل توا عندي 100 الاخرى باش نكتب التاريخ معناها عندي اقل من 54 ثانيه نجم نكتب فيها تاريخ وانت توصل لخط النهايه مرت عليك اجزاء من الثانيه عشان تفتح عينك وتدرك انك فعلتها تدرك انك فزت في السباق اللي دخلته وانت تحلم بميداليه برونزيه على الاقل اليوم انت اصبحت بطل اولمبي عندها انفجرت عندك فرحه هستيريه انت ما كنت مصدق انك انت صرت بطل العالم في الأربعمية انا كنت شاكك الاول يا الثاني يعني انا كنت فرحان انا من جهه الثاني كنت فرحان يعني ميداليه فضيه او ذهبيه كان عندي حلم متحقق انا كما قلت لك جايين على نهائي ونلقى روحي في ميداليه ذهبيه كان انا اكثر من حلم انا حقق اكثر من اللي نطمح له الحقيقه كي شفت روحي الاول بطبيعه فرحه كبيره ومعناها ما نجمش نوصفها لك بالكلمات ما توصفش يعني الحمد لله احمد شو بسالك سؤال شو تشعر وانت في الماء وانت تسبح شو تشعر شو الاحساس اللي يجيك يعني في السباق
في ذاك السباق شو كنت تشعر؟ تشعر أنك حر، تشعر أنك في حلم، تشعر أنك تخوض تحدي حلو، شو كنت تشعر وقتها؟ كنت أشعر أني في حلم، يعني كما قلت أنت، يعني أنا حلم وقاعد نحقق فيه وقاعد نكتب في التاريخ، يعني قاعد نكتب في حاجة عملها أنا، الحاجة الباهية اللي يعني كل شيء الحمد لله يا ربي عملته بيدي. و كيف أقول لك يعني ما كيك برشا مشاعر فرد مضطربة مع بعضهم، ما نجمش نوصف لك معنى الحالة اللي أنا فيها وقتها. ما حسيت هالمرة هذيك كهو ما في حياتي. لما سألت والدتك بعد فوزك بالسباق عن شعورها، قالت إنها تلقت منك أجمل مفاجأة. أنت هل كنت تخفي عليها شعورك بطيف الذهب الأولمبي؟ أنت قبل يعني ما حسستهم أنك بتفو أنك رايح؟ يعرفوا هم أول عباد أمنوا بي، يعني غير المدربين اللي كانوا يدربوا فيها، معناها هم بيدهم كانوا معناها عندهم فيا ثقة، اللي أنا باش نهز ميدالية، عندهم فيا ثقة وكانوا مؤمنين بيا كما نقولوا. أمي أكثر واحدة في عائلتي معناها ضحات معايا، أكثر واحدة تهز وتجيب من المسبح توصل فيا، وأكثر واحدة أمنت بيا يعني هي أمي. وأنا نحب نوجه لها تحية ونقول لها الحمد لله ولدك طلع راجل. لا أنت راجل وشرفت صراحة يعني. شكرا. اليوم انتظرناك في سباق الثمانمية متر سباحة حرة اللي كانت هي اختصاصك. كان توقيتك يساعدك على أن تكون ضمن الأفضل ثمانية في النهاية، إلا أنك ابتعدت عن أفضل توقيت لك بثانيتين وخرجت من الدور الإقصائي. جيت العاشر. ذهبية الأربعمية متر أثرت عليك سلبي؟ لا، ما أثرت علي سلبي. احنا كنا من الأول عنا الهدف متاعنا هي 800. ممكن الحاجة اللي ما خلتنيش نترشح للنهائي، يعني اللي أنا ما مش في سباق 800 كنت ماشي في ريتم مو صحيح، يعني ما نعرفش شنو صار بالضبط، ما كنتش مرتاح بالقد، ناقص ريكوفري، برشا حاجات صاروا ما بين 400 و800. ما حبش ربي اني نترشح الفاينل. ان شاء الله في بطولة العالم الجايه ان شاء الله نظفر بميداليات في سباق 800، وعليش ليه في 1500، وكهوك ربي حب. يعني ديسمبر بطولة العالم بتكون عندنا، شو استعدادك لها؟ والله استعدادات كبيرة وتدريبات كبيرة، كيما مستنسين ان شاء الله ننوروا وجه تونس ووجه كل العرب. في تحضيرات كثيرة للبطولة؟ بالطبع في تحضيرات، في معسكرات تدريبية، باقي شهر ونصف على بطولة العالم. ان شاء الله ربي يوفقنا. شو اللي تغير في أحمد أيوب بعد ما صار بطل أولمبي؟ شو اللي تغير فيك؟ صرت أكثر إصرار ولا صرت أكثر طموح؟ طموح أكثر بالطبع. كبر أكثر. بالطبع أنا تو تعديت الليفل آخر، لازم نطمح لحاجات أخرى، يعني كما بطل عالم. أنا قبل قلت لك في الأولمبياد نطمح النهائي، تو نطمح البطل عالم. إن شاء الله نحقق اللي نتمناه الكل وربي معي. أنت أنا اللي عرفت أنه بتروح تدريبات، راح تكون في أمريكا وراح تدرس في أمريكا، وأبي أتكلم عن هالمشروع اللي عندك. يعني راح أمشي الأمريكا، راح أدرس غادي ونتمرن غادي إن شاء الله في fall of 2022.
باش نبدا تجربه جديده وانا معناها منتظر هالتجربه هذه ونحب نوم في البطولات الجامعيه في امريكا. انا سالتك قبل عن الدراسه، هل صحيح انك ضحيت بامتحان البكالوريا للمشاركه في الاولمبياد؟ العام الفارط. العام الفارط. تنوي التعويض؟ بالطبع. اوكي. الشباب العربي يحلم بتحقيق ولو نص ما حققته في هالعمر، شو تنصحهم؟ شو الكلمة اللي توجهها أحمد للشباب اللي عنده طموح؟ العزيمة يعني كل شيء. يعني الرياضة هذه صحيح هي متعبة بدنيا أما متعبة ذهنيا أيضا. إن شاء الله ننصح الشباب الكل باش يكونوا في الطريق اللي يخطوه من الأول، الطريق اللي هما يحبوا يسلكوه، والحلم هذاك لازم معناها برشا تضحيات صحيح، أما كان وصلت حققت الحلم نتاعك كل شيء باش يهون من بعد، كل شيء باش تقول ما تحسه يعني. أحمد أيوب الحفناوي البطل الأولمبي التونسي العربي، أنا سعيد بوجودك معنا، والشيء اللي عجبني فيك مو متعود على اللقاءات التلفزيونية بشكل كبير زين، مو مثل تألقك ونجوميتك في المسابح، لكن أنت تستحق التحية. شكرا. من كل العرب صراحة، وأنت قدوة المفروض تكون لكل شاب عربي طموح أنه يحقق مثل هذا الإنجاز وفي هذا العمر. نتمنى لك كل توفيق، نتمنى لك أن تستمر في نفس النهج هذا وهذا المنوال، نتمنى لك مستقبل باهر، نتمنى إن شاء الله تكون دائما في البوديوم ودائما متألق ودائما الميداليات. شكراً وإحنا سعيدين بوجودك. شكراً. ونتمنى لك كل توفيق سواء في بطولة العالم أو في الأولمبيات القادمة، أنت من الشباب اللي نفتخر فيهم. شكراً لك أحمد. شكراً. شكراً لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي في حلقات قادمة بحول الله.